في مثل هذا اليوم الرابع عشر من رمضان عام 132 للهجرة، دخل العباسيون مدينة دمشق عاصمة الأمويين. في الرابع عشر من رمضان عام 67 للهجرة، قتل المختار الثقفي الذي كان يطالب بدم الحسين بن علي ورفع شعار يا لثارات الحسين. في الرابع عشر من شهر رمضان عام 264 للهجرة، سيطر المسلمون على مدينة سرقوسة في جزيرة صقلية. في الرابع عشر من شهر رمضان عام 359 للهجرة، وضع حجر الأساس والبدء في بناء جامع الأزهر في القاهرة، وتم بناؤه في حوالي سنتين تقريبا. في الرابع عشر من رمضان عام 1265 للهجرة، توفي محمد علي باشا الكبير حاكم مصر. في مثل هذا اليوم من عام 748 للهجرة، تولى السلطان حسن بن ناصر محمد قلاون الحكم وهو في سن صغير، وهو صاحب أعظم أثر إسلامي في مصر المعروف باسم مدرسة السلطان حسن، والذي يعد تحفة معمارية لا مثيل لها من ناحية البناء والزخرفة.